البطولة الاحترافية اللي مع تبقي 3 جولات فقط على نهاية الموسم، صراع الشد على درع البطولة بين فريقين فقط، الجيش والرجاء. التفاصيل في التقرير التالي لعبد الله جوث. معاود في الأمطار الأخيرة من البطولة الوطنية الاحترافية، يشتد الصراع على درع البطولة بين فريقي الجيش الملكي المتصدر والمطارد الرجاء الرياضي. العساكر وفي سعيهم لحصد اللقب 14 في تاريخهم سيكونون أمام تحدي كبير في الجولات 3 الأخيرة والبداية باستقبال الشباب السالمي، ثم السفر إلى شمال المملكة لمواجهة المغرب الرياضي التطواني الذي يدربه قائد الرجاء سابقا عبد اللطيف جريندو، ثم ختام مبارياته في البطولة بديربي حارق أمام الفتح الرياضي بقيادة جمال السلامي نجم الرجاء. أيضا هي مباريات أشبه بالنهائيات للجيش الملكي، في المقابل لن تكون مهمة الرجاء في المنعطف الأخير يسيرة. النسور سيحلقون صوب طنجة لمواجهة الاتحاد في مباراة محفوفة بالمخاطر قبل العودة إلى الديار لمواجهة الجار اللذود في ديربي كازا أمام الوداد الرياضي. مباراة ديربي بالتأكيد هي المحطة الأصعب للرجاء في طريق التنافس على اللقب. إن مرت النسور من الديربي بسلام واستمر الصراع على اللقب، ستكون المهمة الأخيرة لأبناء زين باور هناك في عاصمة الشرق وجدة أمام المولودية الذي يعاني في أسفل الترتيب ويسعى لحسم البقاء. هو مسلسل عنوانه التشويق، أبطاله الجيش والرجاء، سيناريوهات نهاية البطولة احتمالان. زعامة الجيش والمضي نحو لقب هو 14 في تاريخ العساكر، أم تتويج للنسور بالسرعة النهائية ومعانقة اللقب 13 في تاريخ الرجاء. بين المشهدين أنظار عشاق كرة القدم المغربية في الانتظار، ودقات قلوب عشاق الجيش والرجاء تتصارع مع اقتراب المشهد الختامي للبطولة المغربية.